مرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى في فيديو جديد باش نشوفوا برنامج اليوم الخامس للتوانسة في الألعاب الأولمبية. بالنسبة للنتائج نتاع البارح الحقيقة نحب ولا نكرهو نتائج ضعيفة برشا باش ما نقولوش كارثية، ديما الخروج من الدور الأول وديما المراكز الأخيرة، لكن أكيد نعرفوا الفرق بين المستوى نتاع تونس والمستوى نتاع الدول الأخرى، هذاك علاش المفاجأة ماهيش كبيرة وذا شيء متوقع. وللأسف الشديد احمد ايوب حفناوي يخرج من تصفيات 800 متر وسباحة حرة، كان عمل الوقت 4 دقائق 49 ثانية، مش احسن وقت عمله يعني في كاريرو، يلقى روحه خارج الثمانية الاوائل، لكن بالطبيعة يقعد ايوب الحفناوي هو اللي جاب لنا الميدالية الذهبية في الالعاب الاولمبية هذه، وما عادش عنا معناها ما نحكيه وما عادش عنا ما نقوله عليه، عمل لي عليه اكثر، ونتمنى أن نشوفوه في المسابقات الجاية. فما عام الجاي بطولة عالم للسباحة، وفما كيدا العاب الأولمبية الجاية اللي هي مش بعيدة برشا في باريس 2024. أيوب حفناوي عنده شانس كبيرة باش يولي بطل تاريخي بالنسبة لتونس. بالنسبة للبروغرام السهرية نلقاو فيه نهال الأندلسي في الجودو أقل من 70 كيلو سيدات مع مثلثها ودرج، نهال ترتيبها في العالم 34 عمرها 26 سنة، آخر مسابقة دولية لها كانت بطولة عام 2021 في المجر، وخرجت من دور ثمن النهائي، هذاك علاش أمل حصول على ميدالية ضعيف شوية، ولكن كالعادة نحن نتبعه ونشجعه وإن شاء الله دينا المفاجأة. في نفس الوقت عنا منتخب الفولي ضد منتخب أمريكا، كالعادة ماتش صعيب الحقيقة وما نستناوش منه حاجة كبيرة. 6:07 متاع الصباح عنا زادة في الفوال الثنائي التونسي مهدي الغربي ورانيا الرحالي. تونس في الفوال ما عندهاش تقاليد كبيرة، مانيش متعودين نشوفوها في المراكز الأولى، هذاك علاش كيما رينا قزقز وسارة قزقز البارح كانوا في المركز الأخير، ما نصورش لو كان النتيجة باش تكون مغايرة برشا. وأهم حدث بالنسبة لنا يجينا نص نهار غير درجيب، وين كارب بن هنية بطل إفريقيا وأكثر رياضي متوج في إفريقيا يشارك في رفع الأثقال، وحسب ليزيكو اللي سمعناهم من الناس اللي تعرف الإنسان هذايا خدم برشا وتعب برشا في العوام الأخرانية باش يحسن من روحه وباش يجي للألعاب الأولمبية هذايا بطموحات كبيرة، وفما برشا أمال معلق عليه من الناس القريبة والناس اللي تفهم في رفع الأثقال أنه قد يعمل نتيجة مفاجأة ويجيب لنا الميدالية. علاش ليه؟ هكا نكون وصلنا لآخر فيديو، إذا عجبكم أعمل لايك أعمل سبسكرايب، ونحن نتقابلوا في الفيديو الجاية. باي باي.